فادي بيطار ساكن بالشعار. صورت من مدة 15 يوم 20 يوم على فرن خبز في مناطق الحرب. طالعوني على وسائل اعلان روسية انه انا مسلم حالي عند النظام، انه الاهالي طلعت من حلب وسلمت حالها للنظام، وهذا الشيء كله كذب بكذب. انا ما زال موجود بين الحر وموجود بالشعار مناطق الشعار، وبضل وما بطلع حتى ما بضل اي انسان هون، وهذا الشيء ما بنتراجع عنه. وقت اللي عم بيقول على حضن الوطن، خلي يترك هو هالوطن في حاله، ونحن موجودين وهذا الوطن إلنا، ما هو إله وما هو لروسيا ولا هو لإيران. أنا ما طلعت على مناطق النظام نهائي، من بداية الثورة أنا موجود هون، ولا طلعت على أي مكان، لا على تركيا ولا على النظام ولا على أي منطقة، وموجود بالشعار من بدايات الثورة. بيقولوا انفتحت معابر، وبيقولوا انه طلعت عالم، لا راح اجا ولا ما في اي انسان طلع من هون، ولا في اي معبر انفتح. واكبر دليل هو انا، وصوروني على الفرن وقالوا انه هدول وانه المدنيه طلعوا وعبروا انه عند النظام، وانا موجود هلا بالشعار، واي انسان واي شخص بيحب يشوفني انا موجود بالشعار. بوجه لروسيا وقنوات الاعلان الروسيه انه لا يكذبوا ولا انه يفرمتوا ولا انه يساووا اي صور. هذول الصور يعني كانت الشباب الاعلانيين هون عم بيصوروا انه مناطق الفرن انه موجود خبز وموجود اي كل شيء، يعني موجود وما ناقصنا شيء. فانسحبينا من هالشباب من قناياتهم من وين ما بعرف، بس ليش عم بيعملوا هيك عمل؟ وايش لهم علاقتهم في سوريا؟ هن بروسيا، خلي يروحوا يصوروا عندهم في روسيا ايش عم بصير من جرائم ومن قصص نحن ما بنعرفه. فلا يتدخلوا في سوريا وما لهم علاقه في سوريا.